كل شيء يبدأ بفكرة، فكرة تعبر عن الحلم الذي تم تحقيقه يوم 30 أغسطس عام 1968، حلم الاهتمام بالناس عبر تقديم المنتجات الطبيعية ذات الجودة العالية. ولكي نحقق هذا الهدف المثالي، فإن مارنيز قد تطورت بالكثير من الجهد الكبير والحماس، وهي تعتبر اليوم واحدة من أهم الشركات الرائدة في هذا القطاع في العالم. المرحلة الأولى هي عملية التعلم، والتي استعددنا أثناءها لمواجهة تحديات المستقبل، وهي خطوة تتطلب جهداً كبيراً، وعلينا أن نؤسس قاعدة من أجل يوم الغد، وذلك لتقديم منتج ذو جودة عالية. نحن في مارنيز نستخدم أحدث تكنولوجيا في المجال، وقد تم تجهيز منشآتنا بامتياز لتحقيق عملنا، حيث نقوم باختيار المواد الأولية ذات الجودة العالية من الموردين المعتمدين عالمياً. وفي نفس الوقت لدينا الوسائل والمهارات والتكنولوجيا اللازمة لاختبار المكونات. بعد أن تجاوزنا الفترة التدريبية، نحن الآن مستعدون للتقدم إلى مرحلة جديدة من البحث. علينا أن نهتم بأنفسنا، نحن نواجه الآن تحديات حقيقية، ويجب أن نتخذ القرارات بأنفسنا. نحن الآن مستعدون للدخول في المرحلة التالية. عند وصول المواد الأولية تبدأ مرحلة التحليل والتجريب. خلال هذه الخطوة وتحت إشراف خبرائنا ومع أحدث معداتنا التقنية، سيتم تحديد جودة المواد الأولية التي لدينا، وتعتبر هذه الفترة حاسمة لتطوير المنتجات، ويتم التأكد من أن المواد تلبي كل معايير الجودة العالية، والتي هي لازمة ولا غنى عنها للمصادقة على أفضل المواد الأولية. إذا تجاوزت المكونات كل التحديات والتحليلات التي تخضعها، وقتها تكون جاهزة للتقدم خطوة أخرى إلى الأمام، حيث ستكون مؤهلة لبدء مرحلة جديدة، وتصبح المادة الأولية المختارة كجزء من منتجاتنا. نحن هنا في مرحلة جديدة من مسيرة المنتج، وهو أنه يبدأ في التشكل. الظروف التي يتم فيها تعبئة وتغليف المنتجات هي أساسية للحفاظ على نضارتها وجودتها أثناء فترة صلاحية المنتج. وبالعكس، فإن أفضل المكونات قد تفقد خواصها إذا لم تكن معبأة أو مغلفة جيدة على حسب ما يتطلبه المنتج. ولذلك فإن الظروف المناسبة للتعبئة والتغليف هو أمر جوهري. في مارنيز يتم إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الطبيعية التي قد تكون أساسية في حياتنا اليومية، وهذا ما يعطينا الطاقة ويرعى مظهرنا أو يساعد على نظام عمل جسمنا. إن ثمرة هذه العملية الدقيقة والمعقدة من خلال جميع مراحل الإنتاج هي منتجات جاهزة للتغليف النهائي وللتوزيع. في مارنيز حالياً لدينا شبكة واسعة من الموزعين لمنتجاتنا بصورته النهائية، تصل إلى أكثر من 60 بلداً حول العالم. إن هناك الكثير من الجهد المبذول والحماس لفريق العمل الذين يعملون باستمرار لتقديم أفضل المنتجات الطبيعية. في النهاية هناك شيئاً أكيداً، وهي الجودة العالية، والتي هي نتاج لكل خطوة من الخطوات التي اتخذناها للوصول إلى هنا. لإتمام العمل، فإن مهمتنا هي إيصال منتجاتنا إلى المستهلكين وفقاً لأعلى معايير الجودة، مما سيساعدهم في الحصول على حياة صحية أفضل. مارنيز تعتني بالمستهلكين عبر تقديمها المنتجات الطبيعية والفعالة وذات أعلى معايير الجودة منذ عام 1968. نشكركم على منحنا ثقتكم.